السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج صوت بلدنا على قناة الصحة والجمال. هيكون معايا النهاردة مواهب مصر المستقبل، طبعا برنامج صوت بلدنا صوت كل صوت في مصر. معايا النهاردة مواهب بسم الله ما شاء الله في خلال أيام قليلة أصبحت فوق صفيح ساخن، يعني أصبحت في القمة من أدائهم المتميز و حفظهم السريع لأداء إلقاء الشعر والكلمات الجميلة اللي حفظتها لهم المدربة الجميلة ندى زكي. النهاردة على مدار حلقة اليوم بنكرم فتيات ندى زكي، على مدار حلقة اليوم إن شاء الله معنا شهادات تقدير وميداليات ذهبية هنقدمها لهم في نهاية حلقة اليوم، ولكن هنسمعهم النهاردة تكريما لهم في برنامج صوت بلدنا على قناة الصحة والجمال إن شاء الله. معايا النهاردة فرحة رمضان الجزار اللي كانت في الصف الأول الإعدادي وأصبحت في تانية إعدادي. أيوة. مشرفاني النهاردة ومنوراني يا فرحة. ضرورة كيف؟ علي صوتك شوية. ضرورة. ماشي. معايا منة الله محمد العصفورة الجميلة اللي سمعنا النهاردة قصيدة بعنوان أنا عصفور. ألف مبروك للنجاح وأصبحت في الصف الخامس. مشرفاني ومنوراني. الله يخليك. فرحة رمضان الجزار هتسمعينا ايه النهارده تكريما لكي ان شاء الله، وفي نهاية حلقة النهارده برنامج صوت بلدنا هيقدم لك هدية بسيطة من برنامج صوت بلدنا، شهادة تقدير وميدالية ذهبية. قصيدة بعنوان يا قلب امك وعيونها للشاعر رضا ابو الغيث، تعالي من سنة نازك. اتفضل. يا قلب امك وعيونها من صغر سنك بتصدها بطل وطول عمرك راجل والجنة بكرة هتدخلها، يا شهيد وراح يحمي بلاده ويعيد تاريخ كل اجداد، مين اللي قاليه بقى يكون زاد ويضم امه ويحضنها، لمين يا روحي هقول يا ابني ولمين هقول اللي تعبني، انت اللي كنت بتسعدني بكلمه من القلب تقولها بكلمه من القلب تقولها، رب العباد قال في كتابه الجنه اللي فدا صحابه واللي وهب يا ابني شباب واللي وهب يا ابني شباب. وشكرا. شكرا لفرحه رمضان، بسم الله ما شاء الله انت ادائك متميز، عندك احساس وانت بتقول الكلمات، من اللي علمك الكلام ده؟ طبعا مس ندى كانت بتعلمنا، وانك تعيش الكلمات وتعيش الاحساس. ودايما كان يعني بتخلينا نحفظ القصيده الاول بعد كده تعلمنا عليها عشان نلقاها حلو نبقى متمكنين منها. من بقى اللي بقف وراكي كده وشجعك على حفظ الكلمات؟ طبعا وبيشجعك ان انت تروحي تلقي الشعر والادب في مع المدربه الجميله ندى زكي. انا اولا احب اشكر بابا وماما ان هم دايما كانوا بيشجعوني، ودايما ماما تقف جنبي ودايما كانت بتحفظني. واحب اشكر الباشمهندس محمد ومس ندى ان هم دايما كانوا بيحفظوني وبيدوني. انت حافظه القران الكريم يا فرحه؟ اه. ما هو القران الكريم بيساعد على خروج الكلمات وخروج الحروف كويس. اه طبعا. برافو عليك. منة الله محمد معايا النهارده من الفتيات اللي نجحهم في مسابقه ندى زكي وجايين نكرمهم النهارده في برنامج صوت بلدنا. منة الله محمد انت هتسمعنا ايه النهارده؟ ست سنة عصفور للشعر سمير محمود تعليم السنه. اتفضلي يا منة. انا عصفور من غير جناحات حزن في قلبي يكفي مقال، قاسية الدنيا تملى عليا عمر الفرح ما زارني وبال، انا افراحي زمانها قصير وما فيش مره معايا بتصبر، لما بتيجي بسرعه بتمشي وما بلومها في وش تكش، كله بسبب القلب الطيب اللي عليه الناس بتعيب، كل ما يوفي لحد ويخلص يسرق من امانه يسرق من امانه. شكرا. برافو عليك، بس انت سريعه قوي يعني في الالقاء، انا عاوز اسمعها واحده واحده كده. ممكن اسمعها تاني واحده واحده؟ اتفضلي. انا قصيده بعنوان عصفور للشعر سمير محمود تعليم السنه دي. اتفضلي. انا عصفور من غير جناحات حزن في قلبي يكفي مقال، قاسية الدنيا تملى عليا عمر الفرح ما زارني وبال، انا افراحي زمانها قصير وما فيش مره معايا بتصبر، لما بتيجي بسرعه بتمشي وما بلومها في وش تكش، كله بسبب القلب الطيب اللي عليه الناس بتعيب، كل ما يوفي لحد ويخلص يسرق مني امانه. برافو عليك يا منة، انت اول مره تيجي تظهري معايا في برنامج صوت بلدنا صح؟ انت ايه اللي قال لك ان انت تروحي تتدربي عند ميس ندى؟ اولا ماما بابا اشكرهم عشان هما اللي خلوني اروح الدرس عند الميس وهما اللي بيحفظوني، واشكر الميس ندى والباشمهندس محمد. حافظه قران؟ يعني انت كنت متفوقه في الدراسه في الصف الرابع؟
متميزة إن شاء الله. احنا هنا في برنامج صوت بلدنا بناخد المتميزين فقط. طيب النهاردة فرحة في تكريم من برنامج صوت بلدنا، وإن شاء الله بعد حلقة اليوم الباشمهندس محمد صبر وندى زكي عاملين لكم رحلة جميلة. بعد ما نخرج من هنا هنروح على حديقة الحيوان والمتحف المصري. تقولوا إيه النهاردة لندى زكي ومحمد صبر؟ طبعا بشكرهم جدا جدا ان هم دايما يعني كل لما نيجي الحلقه دايما كانوا بيودونا حديقه الحيوان، الاهرامات، الملاهي، بيودونا كل حته. طيب دي بتشجعكم على التفوق الدراسي؟ اه طبعا بتشجعنا، بتقول لنا لو حفظتوا مثلا هوديكوا حديقه الحيوان، هوديكوا الاهرامات كده. برافو عليك. وانت عاوزه تقولي ايه يا منى؟ عاوزه اشكر الاستاذ محمد اللي هي بتفسحنا وبتودينا في كل حته وبتحفظنا كويس وبتخلينا يعني نكون شجاعين. شكرا ليكي يا فرحه. رمضان الجزار كانت معايا تانيه اعدادي. أيوة. الف مبروك على النجاح. ومنة الله محمد الف مبروك على النجاح، وان شاء الله ما تمشوش عشان في نهايه حلقه النهارده هنوزع شهادات تقدير وميداليات ذهبيه في نهايه حلقه برنامج صوت بلدنا. ولكن هنطلع تقرير عن الطفل اللي اتخطف من قرية بلجاي من محافظة الدقهلية، عمله لنا الزميل مصطفى عادل. تعالوا نشوف والد الطفل متولي محسن متولي قال ايه ووالدته قالت ايه، ونرجع لكم تاني ونستقبل موهبتين من مواهب المدربة الجميلة ندى زكي، ونرجع لكم تاني. ننتقل إلى منزل الحاج محسن المتولي، والد الطفل المتولي محسن المتولي ووالدته، وبنقول له الحمد لله على السلامة حاج محسن. الله يسلمك. الحمد لله على سلامة المتولي اللي بسم الله ما شاء الله راجع الحمد لله تمام سالم معافي. وبنطمن أعزائي المشاهدين ناسنا وأهلنا من محافظة الدقهلية ومصر أجمع إن في أمن وأمان تحت قيادة وزارة الداخلية وتحت فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هتقول لنا يعني وزارة الداخلية وقفت جنب كتير، وقرية بلجيه ومدير الأمن والباشا أحمد توفيق مباحث الداخلية كلها كانت موجودة من الساعة 8 بيباتوا لحد ما جبنا المتولي. 24 ساعة. الحمد لله. وأنت تحب تقول إيه النهاردة يا متولي؟ قول لي كلمة بقى للمشاهدين كده ربنا عليك، انت رجع مع السلام. يلا يلا بص للكاميرا. انت ما نمتش، انا عارف سهر طول الليل امبارح وفرحة الناس وشفنا. تحب تقول ايه يا متولي بقى كلمة حلوة كده للمشاهدين؟ قول الحمد لله. شكرا. لا علي صوتك بقى وبص للكاميرا. بص للكاميرا. لا قول بص هتخش المدرسة السنة الجاية؟ السنة دي السنة دي بإذن الله يكون من التلامذة المتفوقين. أقول كل الشكر والتقدير، وبنقول له للمتولي الحمد لله على السلامة وإن شاء الله القادم أفضل وفي أمان وأمن وأمان داخل مصر وخارجها تمام. يعني إن شاء الله أي حاجة لنا بره في الخارج تحت فخامة السيد الرئيس والأمن الوطني داخلي وخارجي، الحمد لله كل حاجة بترجع وكل الحقوق بترجع لأصحابها. بنقول له الحمد لله على السلامة المتولي. كل الشكر والتقدير للحاج محسن منور ومن احسن الناس اللي احنا شفنا طيبته واخلاقه على مر السنين اللي قاعد معانا في قريه بلجاي، والحاجه برضك الحمد لله بنت اصول. طبعا بنقول نبذه يا اهالي كل القرى في مصر ان احنا اي حد غريب داخل جاي يسكن داخل القريه لابد ان احنا نشوف، يا ريت نعمل له فيش وتشبيه، يا ريت نعمل فيش وتشبيه قبل ما يسكن عندنا، بنعمل له فيش وتشبيه، بنتاكد من صوره البطاقه بتاعته، بنعرف ان هو شخص كويس بنسكنه، ما شخص كويس بالسلامه. اصل 500 600 جنيه مش هتفرق معاك حتى لو ما سكنتوش. شكرا جزيلا، وبنشكر الاستاذ ابراهيم سليم اللي حضر معانا النهارده.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد مع موهبتين جمال بعد ما شفنا تقرير الطفل المتولي محسن المتولي بعد رجوعه بعد غياب، وكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية الرائد أحمد توفيق مباحث المنصورة والأستاذ عماد عبد العزيز رئيس شركة آيس فود للصناعات الغذائية. كل الشكر لأهالي قرية بلجال للوقوف خلف المتولي ورجوعه بالسلامة لأهله سالما غانما. معايا النهارده موهبه جميله سلمى صابر الشناوي الصف الرابع الابتدائي. اهلا بك يا سلمى. شكرا. عامله ايه؟ حلو. خايفه؟ شويه. لا ما تخافيش، طالما انت معانا هنا في صوت بلدنا ما تخافيش. معايا سماح هاني اللي ظهرت معايا قبل كده في برنامج صوت بلدنا، طبعا ما فيش خوف النهارده. الف مبروك. والصف الرابع؟ سمعنا ايه النهارده؟ قصيده بعنوان نفسي البس بدله مير. طب يلا سمعيني. نفسي البس بدله ميري وابقى جندي، وابقى جندي على الحدود، فوق كتافي البندقيه والذخيره والبارود، جوه قلبي حب بلدي والشهاده والصمود، واصحى محمي ارض عانت من الافاعي والقرود. نفسي البس بدله ميري وابقى واحد من الجنود، وابقى شمعه لكل ليلي خلي بالك من الاسود، اللي شالوا البندقيه وفي قلوبهم نور بهي، ده القضية مش قضية من هيحكم أو أسود. نفسي ألبس بدلة كاكي زي كل اللي هواك، وأمشي تحت النار وأغني دم يما يوم فداك، وأحضن الرملة بكفوفي والنجوم شاهدة في سماك، علي جاهز يبقى دمه سر أسرار الوجود. نفسي ألبس بدلة ميري وأبقى جندي على الحدود، نفسي ألبس بدلة ميري وأبقى قدوة لكل جيلي، وأهزم الخوف اللي سيطر عالغطان لو جفنيل، وقت للديب اللي سارع عالحدود مستني ليل، وابقى ركوة صنبهية، وابقى ركوة صنبهية لو صابتها عين حسود. نفسي البس بدلة ميري وابقى جندي عالحدود، فوق كتاف البندقية والذخيرة والبارود، والذخيرة والبارود. احسنتي، ده انت حلوة قوي قوي النهاردة عن الحلقة اللي فاتت، بسم الله ما شاء الله. مين اللي عمل لك الثبات الانفعالي ده بقى؟ مسندة. نشكر ميس ندى ونقول لها شكرا على ان انت الحاله اللي انت ظهرت بقى في الفتره اللي فاتت كانت اول مره، لكن النهارده بسم الله ما شاء الله القاء، بسم الله ما شاء الله اداء عالي، و الكاك ما تلبسها بدله ميريا. نسمع حاجه بقى من سلمى صبر الشناوي. اعدل الطاقه كده ورا كده عشان وشك يبان في الكاميرا. اتفضلي. كتب التاريخ. اتفضلي بصي للكاميرا بقى وقولي. على مال قصيده عشقك يا استاذ طارق. اتفضلي. كتب التاريخ مصر اول صفحه فيها، مصر عظيمه باهلها، وقت الشده تلاقيها واقفه مع اخواتها العرب، كل من نيلها شرب درع وسند وسيف علي يعاديها. مصر يا مهد الحضار للعالم كنت المنار، حضنك سكن لكل غريب، منك يا مصر العالم والفنان والاديب. شمسك عجب ترابك ذهب وليلك معطر بالورود، يا قمرك مزي النور الخدود، يا اسم محفور في الصخور ومكتوب لك في الحياة الخلود. أهلك يا مصر طيبين قلوبهم لون الياسمين، إيديهم ممدودة للمحتاجين وبأقل حاجة مبسوطين، واللي يزورك يا مصر مرة بيرجعه تاني الحنين. بحبك يا مصر يا شمس كل عصر، يا بحر جميل على شط قصر، علمك مرفرف على جناح كل نسر، جيشك حميك وزند ليك من نصر لنصر. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر. طب ما انت عسل، امال بتقولي خايفه ليه؟ متوتره شويه. عاوزه تقولي حاجه او تشكري حد؟ اشكر ماما وبابا لانهم شجعوني، واشكر المس ندى والبش مهندس محمد لانهم علموني. انا عاوز حاجه بقى حلوه في برنامج صوت بلدنا. انت حافظه قران؟ ايوه. وبتصلي؟ عشان اللي مش هيصلي ومش حافظ قران ومش هيتفوق في الدراسه مش هجيبه هنا. ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. ان شاء الله. تحب تقول ايه يا سامي؟ انا بحب اشكر ماما وبحب اشكر بابا، هما اللي شجعوني عشان كده، وبحب اشكر الباشمهندس ومسند. طيب ما تمشوشي عشان في شهادات تقدير بعد في نهايه حلقه البرنامج ان شاء الله. مس ندى والاستاذ محمد عاملين لكم فجاه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نستقبل موهوبتين جمال جدا من تدريب مس ندى زكي ومحمد صبري بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد مع الموهوبة الجميلة رجاء إبراهيم صادق الشهيرة بجاجة. الحمد لله على السلامة يا رجاء. الله يسلم فيك.
كله تمام؟ الصحة تمام؟ تمام الحمد لله. سمعنا حاجة حلوة النهاردة؟ أكيد بإذن الله. والموهبة الجميلة حنين محمد محمود، الحمد لله على السلامة. الحمد لله. أول مرة تظهري معنا في برنامج صوت البلد؟ لا كنت طالعة قبل كده برضك. من زمان. الحلقة اللي فاتت لا اللي وراها. منورانا ومشرفانا. نسمع حاجة حلوة؟ ماشي. نسمع رجاء إبراهيم صادق الشهيرة بجاجة ونقول لها الحمد لله على السلامة، وعاوزين نسمع منها حاجة جميلة النهاردة، اتفضلي يابا. سألك عليكم قصيدة بعنوان مسك الختام، دي عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مسك الختام عشان ما اقولش الآه تألم رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجب أقدم شكري للمولى جل علاه، خلق الرسول مسك الختام نوره هداية للأنام، لأجل الرسالة تلتقي دفعة قوية للأمام، صلوا على مسك المولى نور سكته داب البشر في محبته، لأجل الطريق كان له صديق، لأجل الطريق كان له صديق عايش ليلاتي بمحنته، عمره ما شاب لوحدته، عمره ما شاب لوحدته، ولا مرة صار ولا مرة غار، ولا مرة صار ولا مرة غار لما الرسالة خصته، أصلك حبيب كل البشر، أصلك حبيب كل البشر، نطق عشانك كم حجر، مؤمن تملي بالقدر، مؤمن تملي بالقدر لحل الرسالة خصته، أصلك حبيب كل البشر، نطق عشانك كم حجر، نطق عشانك كم حجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الجمال ده يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فعلا مسك الختام. منورانا جاجا والحمد لله على سلامتك. نسمع حنين محمد محمود الصف السادس. كنت متفوقة في الدراسة طبعا. طب يلا سمعنا حاجة النهارده. سألقي عليكم قصيدة بعنوان يا قلب أمك وعقل أبوك للشاعر سمير محمود تعليم ميس ندى زكي. يا قلب أمك وعقل أبوك يا عين صابت من اللي شافوك، شهيد الأرض والواجب شهادة من العدا نصفوك، يا قلب أمك وعقل أبوك يا قلب أمك عريس زفوك، أمك واقفة بتنادي لكل الشعب والوادي في مشهد صعب مش عادي، يا فايت روحي سايبها تموت يا ابني في دبلاك وصوتها للجميع يهبوك، يا قلب أمك وعقل أبوك أمك واقفة بتنادي لكل الشعب والوادي في مشهد صعب مش عادي، يا فايت روحي سايبها تموت يا ابني في دبلان وصوتها للجميع يهبوك، يا قلب امك وعقل ابوك يا قلب امك عريس زفوك وحامي الارض وحدود، يا فارس والجميع يهبوك يا حافظ عزه للدودك، رويت الرمل من دمك وخدمه في ليله كان همك، تصون الارض وعهودك واجهت الغدر وبصدرك، ويوم الحشرة في الاخر هتسعد يا ابني بالجيد وجنة خلت تدخلها، وفاء ربك بآيات وحور العين بتستنى، يا قلب امك وعقل ابوك يا قلب امك عريس. احسنت يا حنين، بسم الله ما شاء الله متفوقة في الدراسة وحافظة كتاب ربنا سبحانه وتعالى. حافظة جزئي. صمت السنة دي؟ بسم الله ما شاء الله. تحب تقول ايه كلمة بقى شكر لمين بقى؟ بتشكري مين اللي هو بقى في احب كنبه. اشكر الميس ندى والباشمهندس محمد صبري، ويحب اشكر ماما وبابا اللي هم شجعوني على الشغل. بيشجعوكي وبيقفوا وراكي بيحفظوكي وانت بتحفظي ولا بتسمعي على مين؟ ايه ساعات ماما بتحفظني وساعات ماما وبروح للميس ندى بتحفظني. تمام. وانت يا رجاء؟ احب اشكر ماما جدا 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 لانها هي اللي ساعدتني ان انا انوي موهبتي قبل ما اروح عند الميس ندى خالص. كنت بعمل مجرد برامج طبخ، فبدات هي توديني عند الميس ندى، والميس ندى طلعت لي في خمس دقائق بالظبط قصيده جديده. فاشكرها جدا جدا واشكرها ان هي بتساعدنا وبتشجعنا بالهدايا كمان. بس انا حاسه ان انت ليك مستقبل يا جماعه. يا رب. اسلوبك وكلامك انت مرتبه في الكلام كده، بسم الله ما شاء الله. سنه سته؟ شكرا. داخله سته ان شاء الله. مفيش حاجه في التمثيل قريب؟ لا اكيد هيبقى في اعلانات وكليبات جديده باذن الله. نشوفك كده برنامج صوت بلدنا كده مسمع معاكي. يا رب. ها؟ يا رب. الله باذن الله. اعزائي المشاهدين
أعزائي المشاهدين، معانا مداخلة الشاعر الجميل محمد حسان، معانا مواهب جميلة من تدريب مس ندى زكي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. مشرفني في برنامج صوت بلدنا على قناة الصحة والجمال. معانا شعراء ومواهب صغيرة في برنامج صوت بلدنا اليوم. تحب تقول ايه النهاردة بعد ما سمعت قصيدة حنين محمد محمود وجاجا؟ والله انا بالنسبه للمواهب اللي سمعتها دلوقتي حاجه فعلا مبشره، واحنا طبعا دايما واقفين مع المواهب من البدايه بالنسبه لتدريبهم على الالقاء وتدريبهم على ازاي يتعلموا مخارج الحروف صح ومخارج الكلمات. تمام. تحب تقول ايه لاولياء الامور بالنسبه للاطفال الجمال اللي بيحفظوا ادب وشعر في سن صغير؟ والله اولياء الامور طبعا لهم دور كبير في مساعده اولادهم وتشجيعهم، بحيث وخصوصا الاولاد اللي عندهم مواهب في اي مجال، يعني مش الالقاء بس، في اي مواهب ابداعيه. تمام. وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيتمنى المواهب ويتبنى الشباب الصغير، لان دولت مواهب مصر المستقبل، وان شاء الله جيل مصر ان شاء الله، ومصر مش هتتقدم الا بالاجيال الصغيره ديت، عشان احنا نبنيهم صح من القاعده الصغيره. اكيد يا فندم، اكيد يا فندم. سياده الرئيس بيشجع المواهب والابداع في جميع المجالات، وده طبعا بيعمل تنميه فكريه، وده طبعا حاجه يعني مهمه جدا في مجال الابداع ومجال التنميه. شكرا جزيلا على مداخله الاستاذ محمد اسماعيل الشاعر الجميل، على مداخلتك النهارده شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل قصير ونستقبل موهبتين جمال من تدريب ندى زكي، تدريب بقى على القاء الشعر، مواهب فعلا، مواهب مصر المستقبل، ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد في نهاية فقرة برنامج صوت بلدنا، الفقرة الأخيرة، وإن شاء الله بعد الفقرة ديت هنوزع الشهادات تقدير والميداليات الذهبية. معانا هيبقى معانا مس ندى زكي يا أبو دنيا، والأستاذ محمد صبري، والأستاذ محمد حامد النجار مدير إعداد برنامج صوت بلدنا. إن شاء الله انتظرونا في نهاية حلقة اليوم. معايا النهاردة موهبتين جمال الجميلة اللي شرفتنا دلوقتي، ندى صبري سليمان. أهلا بك يا ندى. أهلا بحضرتك. عاملة إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ أيوه. ومعايا أيضا حسنات محمد فتحي. أهلا بك يا حسنات. أهلا بحضرتك. كله تمام؟ أه. مركزة معايا النهاردة؟ أه. هنسمع حاجة حلوة؟ أه. بإذن الله. أنت في سنة كام دلوقتي يا ندى؟ داخلة تانية إعدادي. تفوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله. كله تمام؟ أيوه. كورونا عدت بخير الحمد لله؟ بالحافظ؟ أيوه. ماشي يا حسن. هتسمعنا إيه النهاردة؟ أنا اسمي ندى صلاح، سألقي عليكم قصيدة بعنوان أنا مصري بلدي للشاعرة سناء مرجان تعليم ميس ندى زكي. اتفضل. بص، أنا مصري بلدي وافتخر بتربها أرض، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعد، وهيجي يوم وهتعرفوا قيمة البلد، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. أنا مصري بلدي ومش بقارن حبي ليها بحب حد، عنها كتبت في حبها كل كلمة أنا قلتها من قلبي ليها كانت بجد. أرضي وبلد من ده اللي عاش على أرضها وشاف دفاها وشعبها ومحبهاش، ما يكفيهاش كل الكلام تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حاميين شعبها، تعظيم سلام يملى الوجود لكل جندي على الحدود، واقفين جبل واقفين جبل وبروح أسود حاميننا وإحنا في حضنها، تعظيم سلام لكل جندي على الميدان كتب التاريخ قصة كفاح، في البرد نتدفى بحيطانه وهو متدف بسلاح، وتحية للشهداء اللي راح ذكراكوا ذكرى ما تتنسيش، ضحيتوا بحياتكم عشان كل البلد تعرف تعيش، وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبنا وجيشنا العظيم، باسمي وباسم البلد بنقول لكم كل عام وأنتم جميعا طيبين، عمر الكلام ما يوفي أبدا حقكم، عمر الكلام ما يوفي أبدا حقكم، واقفين عصب ظهر وسند يحفظكوا لينا اللي زرع في قلوبنا دايما حبكم، مطمئنين علشان انتوا دايما موجودين، مطمئنين علشان انتوا دايما موجودين، يحفظكوا خير الحافظين،
ما يغيبش ولا صوت منكم، ما يموتش ولا جزء عن فرع ما، ولا يوم تهز الرياح جبال. شفتوا المحال فعلا رجال، دايما يا ابطال قدها صدق اللي قال ان الامم تحيا برجالها وشعبها. بيكم بتتباهى البلد، بيكم بتتباهى البلد فعلا ولد، ياللي انت رافع اسمها، ياللي انت ماسك في العلم رغم الصعب، فاتح في صدرك الف باب. تسلم لنا يا ابن الوطن، تسلم لنا يا ابن الوطن، كتب القلم كل التحية والاحترام، تعظيم سلام لابن الوطن، تعظيم سلام لابن الوطن. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء. امين يا رب. ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده يا ندى، بسم الله ما شاء الله. مين اللي حفظك كده وقواكي وخلاكي تتجهي لإلقاء الشعر؟ مس ندى وماما، يعني ماما شجعتني ان انا اروح عند مس ندى الدرس وعشان اطلع يعني اوصل لهنا. برافو عليك. انت طموحك ايه يا ندى؟ عاوزه تبقي ايه لما تكبري؟ عايزه اكون ضابط مضيف الطياره. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله ربنا ينولك. وانت وطنيه، انا حاسس ان انت حساسه وانت بتقول الكلمات في حب الوطن والحفاظ على جيش وطننا ورئيس عبد الفتاح السيسي اللي عمل مصر جديده بعد ما كانت مصر متأخرة، بقينا دلوقتي في مقدمة الدول، دول العالم كلها. تحب تشكري مين يا ندى؟ أحب أشكر ماما ومس ندى والباشمهندس محمد صبري اللي هم شجعوني ووصلوني لهنا. طيب شكرا يا ندى. نسمع من حسنات محمد فتحي اللي في الصف الثاني الإعدادي، هتسمعيني إيه النهاردة؟ صلقي عليكم قصيدة بعنوان إهداء للجيش المصري. تمام. للشاعر الكبير الأستاذ رضا أبو الغيط. تمام. يلا يا جيشنا شد الحيل، يلا يا جيشنا شد الحال، راية النصر لينا دليل، احنا يا جيشنا ولاد النيل، وانت يا جيشنا ملكش مثيل. جيشنا يا اعظم جيش في الدنيا، جيشنا يا اعظم جيش في الدنيا، مصر بلدنا ام الدنيا، وبابطالها وعزم رجالها مصر هتبقى قد الدنيا. بص يا صاحبي، شوف يا اخين، جيشنا منور في رحاب سين، جيشنا منارة، جيشنا حضارة، واسألوا عنه في جيش مين. علوا السقف أمال يا شباب، علوا السقف أمال يا شباب، نصر اكتوبر على الأبواب. سقف قوية، سقف قوية، وأحلى تحية لأبو دبورة ونسر وكاب. خط يا جيشنا شد الحيل، خط يا جيشنا شد الحيل، أصل الخط وبداية الميل، وإن كان ليل العتمة طويل، إحنا بشمعة نشق الليل. مصر يا جيشنا بينا وبيك، مصر يا جيشنا بينا وبيك، وقت الشدة تناد عليك. ما انت ولدها، ما انت ولدها وانت سندها، ومعك رب العزة حميك. جيشنا تملي بيحمي الهم، جيشنا تملي بيحمي الهمي، جيشنا ابويا واخويا وعمي، واللي تملي يضحي امي، ويقول لاجلك يرخص دمي. كان في اكتوبر مش ناسيين، كان في اكتوبر مش ناسيين، وفي رمضان والناس صايمين، خدنا قرارنا في عز نهارنا نهزم جيش المحتلين. خط الموت كده حطمناه، خط الموت كده حطمناه، عدينا وعبرنا قناه. اما السادس من اكتوبر عدو تملي بنستناه، عدو تملي بنستناه، يلا يا جيشنا شد الحيل، يلا يا جيشنا شد الحيل، راية النصر لينا دليل، احنا يا جيشنا ولاد النيل، وانت يا جيشنا ملكش مثيل، وانت يا جيشنا ملكش مثيل. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ايه الجمال ده يا حسناء، بسم الله ما شاء الله، لا اداء عالي جدا. انت اول مره تحضري معايا برنامج اسم البلد؟ أوه. بسم الله ما شاء الله، انت لو جيت حلقه واتنين هتبقى كسر الدنيا. تحب تقولي تشكري مين النهارده؟ احب اشكر مس ندى وبابا وماما وفتحي اخويا والباشمهندس محمد صبري. انا بتفوق. اه احنا هنا برنامج صوت بلدنا ما بناخدش الا المتفوقين. ما انا متفوق باذن الله. تشرفونا تاني اعزائي المشاهدين، لو حد يروح في حته تانيه هنستلم وهنسلم شهادات التقدير وميداليات الذهبيه من مس ندى المدربه العالميه للاطفال الجمال والمواهب اللي احنا شفناها دلوقتي، مواهب مصر المستقبل، الاستاذ محمد صبري، وهيكون معانا الاستاذ محمد حمد النجار بعد الفاصل مباشره. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم في الفقرة الأخيرة من برنامج صوت بلدنا النهاردة، فقرة التهنئة والتكريم للمواهب مصر المستقبل، ومعايا المدربة العالمية ندى زكي، إعلامية الصغيرة اللي إن شاء الله يكون لها مستقبل كبير، ومعايا مدير إعداد برنامج صوت بلدنا الأستاذ محمد حمد النجار.
وان شاء الله فقرتنا هنوزع فيها شهادات التقدير والميداليات الذهبيه، ولكن هيكون معانا مداخله من الدكتور محمد عبد الله جباره مدير عام اداره السن باللوان التعليميه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم يا فندم. ازيك يا دكتور، اخبارك؟ الحمد لله نعم والله. معايا مواهب جميله من مدارس اداره السن باللوان التعليميه، مواهب متميزة، مواهب صعدت على السطح بسرعة الصاروخ على يد المدربة العالمية الإعلامية الصغيرة ندى زكي. دول طبعا ولادنا، وندى بنتنا دي داخلة ثالثة ثانوي من الفايقات عندنا، وبنتباهى بيها دايما لأنها طالعة الأولى في إلقاء الشعر على مستوى الجمهورية، وده فضل من ربنا. احنا طبعا بنتبنى المواهب من خلال ثلاث أقسام. طبعا تحت رعايه ندى الاستاذ محمد صبري ومركز ثقافه، عندنا قسم اسمه قسم الموهوبين، وقسم اسمه العلوم الاستكشافيه، وبقيه اقسام الانشطه والتوجيه. عندنا بفضل الله الولاد اللي عندك دول فايزين على مستوى الجمهوريه بمراكز اولى في القاء الشعر، في التمثيل، في عندنا كمان في الالعاب الرياضيه، في الكاراتيه، في الملاكمه، وعندنا صوت غناء فردي على مستوى الجمهوريه واخده مركز اول لحبيبه وليد. وطبعا دول ولادنا كلهم، والحمد لله ان احنا عندنا مواهب بنتبناها، ربما يفلت منهم فلته على مر الزمان كده بعد فتره من الزمان، يطلع نجم كده يبزغ من السن باللوان ان شاء الله باذن الله، طول ما فيه قيمه وقامه كبيره في اداره السن باللوان التعليميه الدكتور محمد عبد الله جباره. هنشوف مواهب ان شاء الله، مصر مستقبل، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. وشكرا ليك استاذ الدكتور محمد عبد الله جباره مدير عام اداره السن باللوان التعليميه. هنبدا التكريم النهارده معايا رجاء ابراهيم عبد الله صادق. اتفضلي يا رجاء. سلم. اتفضل. سلام يا عزيز محمد. منة الله محمد ابراهيم موسى. اتفضل يا منة. الف مبروك. سماح هاني السعيد السيد. اتفضل يا سماح. جميلة يا سماح. الف مبروك. سلمى صابر السيد الشناوي. سلمى صابر السيد الشناوي، اهلا بك يا سلمى، الف مبروك. اتفضل. سلمى محمد محمود السعيد. اتفضل يا سلمى، الف مبروك. حسنات محمد فتحي اسماعيل اللي سمعتنا لاول مره النهارده برنامج صوت بلدنا، بسم الله ما شاء الله اداء متميز يا سلمى. اتفضلي يا حسنات. فرحه رمضان اللي دايما بتنورنا هنا في برنامج صوت بلدنا، اتفضلي يا فرحه، الف مبروك يا فرحه. اتفضلي يا فرحه. ندى صبري سليمان طه. ندى العسل ان شاء الله هتبقى حاجه ان شاء الله نشرب بك في المستقبل باذن الله. اتفضلي يا سامي. نيجي بقى لحظة الوفاء والتكريم للمدربة الجميلة ندى زكي أبو دنيا اللي تعبت على مدار شهور وجابت لنا مواهب بإذن الله ما شاء الله اللي شفناها على مدار حلقة النهاردة. ألف مبروك يا ندى، ونتمنى لك المزيد بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. محمد صبري يا ريت يشرفني يستلم ميداليته على الهواء مباشرة، ومعايا الاستاذ محمد حامد النجار مدير اعداد البرنامج هيستلمها مكانه. اتفضل يا استاذ. في نهايه حلقه اليوم برنامج صوت بلدنا بنشكر الاستاذ ناصر الشاهد اللي استقبل المواهب الصغيره لبرنامج صوت بلدنا على قناه الصحه والجمال. شكرا للاستاذ احمد عزت اللي مشرفنا ونورنا في كل القنوات وبالتحديد قناة الصحة والجمال. شكرا لكل المعدين بقناة الصحة والجمال على هذا الاستقبال الحافل، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله، في جديد ومستقبل جميل إن شاء الله قناة الصحة والجمال اللي أصبحت من ضمن القنوات الفضائية على الساحة اللي شفناها في تطور مستمر إن شاء الله من القنوات الكبيرة بإذن الله. ناصر الشاهد دايما معاه الجديد والمتعة والإثارة، الصحة والجمال. كان معكم طارق غالب برنامج صوت بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.